مش ممكن ابدا ابدا حد يخلص ويدي وينتمي ويحس، اهم من ده كله انه الجمهور يحس ويلمس ده بشكل حقيقي، ممكن ابدا تنساه. يبقى محمد عبد الوهاب واحد من النجوم اللي اسمه محفور في ذاكره وفي عقول وفي قلوب جماهير النادي الاهلي. بكره الذكرى رحيل واحد من ألمع النجوم، سيبك من أنه هو كان واحد من أفضل لعيبة في مركزه وأفضل من أفضل باكات الشمال اللي جم في تاريخ النادي الأهلي، رغم أنه مشواره يمكن ما كانش كبير قوي، لكن قد إيه وصل للناس وقد إيه حبه وانتمائه للنادي الأهلي اترجم الحقيقة في حالة عاطفة جارفة من جماهير النادي الأهلي لاسم محمد عبد الوهاب. ولغاية النهاردة رغم أنه يمكن مر على رحيله 15 سنة أو أكتر، لكن الناس ما تقدرش تنسى عبد الوهاب ولا تنسى حالة الصدمة اللي عاشتها وحسيتها في لحظة إعلان عن خبر رحيل محمد عبد الوهاب. أنت يمكن دربته كابتن أسامة بيتهيألي. طبعا. والحمد لله كمان أنا يعني من الناس اللي كنت سبب أن أقنع مستر مانويل جوزيه بمحمد عبد الوهاب. كنت بتابعه كويس في المنتخب وكده، والناس اللي كنت مؤيدين بقوة أن يجي رغم أن كان في اعتراضات من بعض الناس التانية. لكن مستر مانويل كان اقتنع وجابه، وكان واحد من ألمع نجوم النادي الأهلي اللي لعبوا في مركز ظهير الأيسر، وكمان على المستوى الفني طبعا وعلى المستوى الإنساني والشخصي كان إنسان محترم جدا الله يرحمه، شخصية رائعة يعني، دي حقيقة مش بنقول كده عشان يعني مجاملة أو حاجة، لا ده حقيقة كل الناس اللي اتعاملت معاه تعرف كده، إنه كان شخصية مهذبة جدا محترم يعني قوي جدا في الملعب ومحترم وهادي جدا خارج الملعب. مش ممكن الجماهير ما عندوش بص يا كابتن أسامة مشاكل خالص، مفيش يعني الجماهير ما بتحبش حد جوه الملعب بس. الجماهير بتحب الباكج كله على بعضه. صحيح. يعني مهما كانت عبقريتك ومهما كانت إمكانياتك ومهما كانت مهاراتك، والنماذج كتير، انا مش عايز اقول اسماء، لكن نماذج كتير قوي كانت عندها كوره عاليه قوي، لكن بره الملعب ما قدرتش تعيش وما قدرتش، ولو قلت اسمهم النهارده للجمهور ما حدش هيفتكرهم، ما حدش يعرف عنهم حاجه. دي حقيقه. بمناسبه كلامك، بمناسبه كلامك عن جوزيه، كنت بقول يعني كتير من نجوم النادي الاهلي اللي اشتغلوا او اللي لعبوا فتره مانويل جوزيه كان بيقولوا انه راجل كان بيثق في كلام كابتن اسامه عرابي بشكل مطلق، يعني ثقه عمياء. الحمد لله يعني. يعني كان في تفاهم بيننا يعني، وكان بيقتنع بوجهه نظري في اشياء كثيره الحمد لله يعني. طبعا انا وكل اللي اشتغل معاه، كابتن مختار، كابتن حسام البدري، بعد كده كابتن علاء ميوب، كل واحمد ناجي بالنسبه لحراس المرمى كان معانا، كل الناس اللي اشتغلوا معاه، فالحمد لله كان يعني يستمع لوجهات النظر كويس يعني.